بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، تحت العنوان Adding Audio هنروح على قائمة Insert ونبتدي ندرج Audio. عندي نقطتين: Audio from File و Record Mic. Audio from File يبقى أنت عندك already مقطع موجود على الجهاز بتاعك وأنت عايز تعمله Insertation، زي مثلا كلمبة في الميوزك عندنا. أول ما تبتدي تضغط دبل كليك على الملف الاوديو، طبعا بتلاقي ان مفيش حاجه حصلت، لكن الصوت اهو يا جماعه موجود على شمال السلايد بتاعك. جست مثلا كليك يمين وبريفيو للسين ديت، وهتلاقي هو بيعمل انكودنج لملف الصوت، وجست حاول يحمله لك بمجرد ما ان انت او بمجرد ما انه هيخلص البريفيو بتاعه، وهتسمع الصوت بتاعه. ديت الفكرة بمنتهى البساطة. النقطة التانية يا جماعة، ناخد بالنا من نقطة بخصوص موضوع الصوت. الاكستنشنز اللي هو شغال عليها اكستنشنز كتيرة، ما بين ام بي 3، ما بين ويف، ما بين ام 4 اي، ما بين دبليو ام اي، ويندوز ميديا اوديو، اي سي اي اي اف اف اي اي اف واي او جي جي، اكستنشنز كتيرة بجودات مختلفة، وده امر من ضمن الامور الجميلة خالص في البرنامج. الجانب التاني، لو انا كنت بقول والله ريكورد مايك، لو انا كنت عايز اعمل ريكورديشن، عايز اسجل بقى من مايك معين، فانا لازم اكون طبعا مركب المايك بتاعي في السوكيت بتاع المايك، وابتدي اضغط على زي بالظبط ما انا كنت عملت في المره اللي فاتت. لو ضغطت على ريكورد هيقول لي هو هيبتدي بعد شويه، وبكده هو بيبتدي يعمل ريكورديشن. طول ما الخط ده بيروح يجي يبقى انت بتسجله معاك التايمر. بعد ما تخلص طبعا بتقول له خلاص اوكي سيف، بيبتدي هو يعمل سيفنج للمشهد ويبتدي يحطه لك بنفس القصة، وعملت بريفيو هبتدي يعين لك نفس المشهد. فبالتالي انت دي بتفيد لو انت كنت عايز تشرح انت بنفسك حاجة، اول سلايد اوريدي مفتوحة قدام منك، علشان ايه حاول تظبط مسألة الوقت ديت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.